الغناء والموسيقى حضور في حياة الإنسان اليمني، لذلك نجد أنها مرتبطة بالمهن. الكسر لون يغنى للبحر والبحارة، لذلك نسمع هذا اللون عندما يذهب البحارة إلى البحر، وكذلك يغنى للبحارة عندما يعودون لأوطانهم. أما الحداء فهو لون يغنى للإبل، يحثها على المشي للوصول إلى مناطقهم. لذلك هذا الفن له أصالة قديمة. ومشروع السيمفونيات التراثية لا يطرب أسماعنا فقط، بل يجعلنا نغوص في خيال التراث الشعبي وصوره الجميلة، وكذلك نعيش الذكريات التي عشنا معها منذ الطفولة وذكريات أجدادنا منذ زمان. لذلك نحن نقول الآن أهلا بالبداية وأهلا بكم في نغم يمني. لا صوت يعلو فوق صوت الموسيقى. تجمعوا حول أنغامها وأوتارها، يعزفون ألحاناً تحكي أملهم ومقطوعات مستوحاة من أعماق ذاكرة البلاد، يأملون في تقديمها بأبهى صورة. الاستعدادات أخذت مستواً آخر، وباتت أيام وليال معدودة تفصلهم عن الوقوف على خشبة المسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية. من مختلف المحافظات والمدن اليمنية قدموا، جمعتهم غيرتهم على بلادهم. وهذا المشروع الموسيقي الكبير الذي يقوده المايسترو الشاب محمد القحوم ويتوق لسماعه ملايين اليمنيين. كل شيء على ما يرام، يعني مفتهنين مرتاحين، مفتهنين جاهزين إلى الانطلاق. ما دام المايسترو الأستاذ محمد القحوم معنا، هو أكبر 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 عاجبني ما شاء الله عليه. فريق كله متكامل، ممتعين، انسجام مع بعض، حلوين ما شاء الله. الفريق اليمني والمصري يمضي قدما، فالتحضيرات على أشدها، وشتاء القاهرة على موعد سيصفق له كل اليمنيون بحرارة. أي رسالة أبهى من مضامين الموسيقى والفن؟ فحين نختلف ويبلغ التباين ذروته، نجتمع شغفا وإعجابا بأوتار أعواد صنعاء وسحر الدان في حضرموت. دار الأوبرا المصرية هي صرح ثقافي كبير، ويعني بتحتوي على أكتر من 14 فرقة فنية، هم 2 أوركستر كبار، أوركستر القاهرة سيمفوني وأوركستر الأوبرا والباليه. عندنا 5 فرق موسيقى عربية، عندنا 2 كورال، كورال أكابيلا وكورال الأوبرا. عندنا مركز كبير جدا لتنمية المواهب، بيتعلم فيه أكتر من 3500 طالب وطالبة. مركز تنمية المواهب ده بيعلم الباليه وبيعلم جميع أنواع الغنى سواء غربي أو شرقي، وكمان الآلات الموسيقية بشكل عام. عندنا العود، القانون، الجيتار، الإيقاعات، الكمانجا، كل أنواع الفنون بشكل عام، الموسيقى في جوه مركز تنمية المواهب. وعندنا طبعا احنا 8 مسارح كبار، المسرح الكبير اللي هو المسرح اللي هيتم فيه الحفلة الفنية بتاعت اليمن، اللي هي فيها السيمفونيات اليمنية والحاجات الجميلة ان شاء الله لن نستمتع بها كلنا. ده المسرح الكبير، وده من اكبر المسارح الموجودة بشكل عام في الشرق الأوسط وفي مصر. احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك صرح ثقافي، بنقدم اكتر من 1500
حفل سنوي من خلال في مدن مصر بشكل عام وجوه دار الأوبرا بشكل خاص. البرامج بتاعتنا بتتقدم في دار الأوبرا المصرية تقريبا قبل الموسم بسنة، يعني احنا عشان نعمل برنامج 22 ده معمول من شهر 3 و4 و5 اللي فاتوا. السيمفونيات اليمنية اول حفلة يمنية تقام عندنا، واحنا نتمنى ان يبقى ما تبقاش اول حفلة ولا اخر حفلة، يبقى حفلات كتير ان شاء الله. انا شايف ان الموضوع ده رائع وعبقري، ده حقيقي وتجربة هايلة وممتازة، ويبين قد ايه ان الوطن العربي واليمن فيها موهوبين يقدروا يقدموا سيمفونيات رائعة، ومش اقل من الاوروبيين اللي بيقدموا سيمفونيات، بل بالعكس بتبقى ليها مذاق خاص، مذاق الشرق، مذاق طابع البلد اللي بتقدم منه. انا شايف ان دي تجربة رائعة جدا جدا جدا، وطبعا اللي تقدم في دار الاوبرا ده مكانه، لان السيمفونية يعني حاجة كلاسيك، حاجة رائعة. مين اللي هيقدمها؟ هيقدمها اوركستر من اوركسترات الاوبرا المميزة، يعني بالبسيط خالص كده، يعني انت لما بتيجي تجيب احسن حاجة في المجال بتاعها التلحين للسيمفوني، حد يقدم سيمفونية ده يعني ملحن رائع. ومين اللي بيقدم له دوت؟ اللي بيقدم له اوركستر القاهرة السيمفوني. فده وده انا اعتقد ان دي هتبقى ان شاء الله حاجة رائعة جدا، وانا شايف ان ده يعني 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 ناجح باذن الله ان شاء الله. هيفيد طبعا وهيضيف، لان هيضيف للريبرتوار او للمجموع الموسيقات الشرقية اضافة سيمفونية عربية قومية يمنية، ده حاجة اضافة طبعا. وانا عارف ان طبعا اليمن فيها موسيقات رائعة وجميلة وملحنين ممتازين، وطبعا ان شاء الله ده اضافة بلا ادنى شك، وكمان لانها تجربة قوية وكبيرة ورائدة برضك، سيمفوني معاه الحان يمنية، دي حاجة كويسة جدا طبعا، معناه ان اليمن ستبقى وتعيش وتنجب من المبدعين ومن المفكرين ومن الفنانين، لان اليمن بلد ذات حضارة عريقة، بلد رائعة. لو في ظروف مش كويسة دلوقتي ان شاء الله هتتلاشى هذه الظروف، ومش هيبقى غير المبدعين وغير الفنانين وغير اهل اليمن الطيبين. المدروف آلة أشبه بالناي، ترتبط ارتباط وثيق بالموسيقى اليمنية، وخصوصا في موسيقى الزربادي، والتي تعزف بإيقاعات يمنية أصيلة، بالإضافة إلى المدروف. نتعرف على المدروف مع أحد المشاركين في حفلة القاهرة في مشروع السيمفونيات التراثية. المدروف هو آلة شعبية يستخدمونها في حضرموت، تمتاز بستة ثقوب أمامية وثقوب خلفي. يصنع المدروف من الخشب العادي، يعني هو قد يستوردون بعض أحيان الخشب حقه من الهند أو من أفريقيا، وبدأوا الآن الشباب برضو يسوون زي المخرطة هذه الآن مع الآلات الحديثة للنجارة، يسوون يخرطون عندنا في حضرموت ويسوون المدروف. هذا يجي المدروف برضو في أحيانا من النحاس أو برضو في قصب الألمنيوم، هذا يعني في له عدة أشكال. يعني أفضل المدروف يكون من الخشب، لأن الخشب سبحان الله يكون له طعم ويكون له رنة يعني في إذن المستمع. والمدروف متخصص بحضرموت أنا أشوفه تقريبا غالبا، يعني كالزربادي كالبا صالح برضو يستخدم في، اشوف في دوعن، في شيء الوان تراثيه خاصه بهم. المدروف مصاحب الزربادي لان الاغاني
الذي تؤدي في اللون الزربادي كلها أغاني شعبية، يعني أغاني تراثية شعبية، ويكون هذا المدروف مطابق لهذا اللون. وبعدين برضو المدروف هو في له مقامات معينة، مثلا زي الكرد يعني مش ذاك المياه مياه، في بعض مقامات متين مياه بالمياه بالمدروف بعكس الناي مثلا أو آلات ثانية أخرى. نلاحظ أن المدروف يعني آلاته النغمات تكون محدودة، يعني من الفاء إلى الفاء، بعكس مثلا الناي يكون متطور وحديث أكثر برضو. وما لقينا من يطور هذه الآلة، هو مفروض يطورونها زي ما الناي، تلاقي فيه يعني جميع المقامات تشتغلها براحة، بعكس المدروف يكون منغلق. نحن نحاول إن شاء الله الجيل هذا الشاب أنه يطور من النغمات الناقصة في المدروف يعني، وإن شاء الله نحاول باجتهادات ذاتية أنها نطور منه في المستقبل إن شاء الله. حب الناس لآلة المدروف هو حسب ما قلت أنه يتميز بنكهة حضرمية بحتة، يعني حسب ما أشوف في الأغاني الشعبية قديما، يعني في أشياء أحيانا قد بالناي ما تقولها بنفس الروح، له روح خاص سبحان الله. يقدر الموزع أو المؤلف أنه يدخل آلة المدروف في السيمفونية أو في مشروع كبير، يعني بحكم خبرة الموزع في اختيار المكان للمدروف حسب إمكانية المؤلف. وإن شاء الله نحن في الأوركسترا هذه بندخل المدروف في أحد المقطوعات الموسيقية. أنتم سألتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتتعرفوا على أبطال حفلة القاهرة، نغم يمني على ضفاف النيل، وإليكم الإجابات. يعني أعمال خاصة فيني، ما لقيتش الشاعر الذي بفهم صوتي، هذا أولا. ثانيا ضعف الإمكانيات، سواء كانت المادية أو الإمكانيات التي زي التوزيع الموسيقية وإلى غيرها. الله يعني أحرجني. الحفل سيكون في تاريخ 10 مارس في دار الأوبرا في القاهرة. أنا شرف لي ذلك أن أكون متواجد في الحفل، لأنه حفل متنوع، كل الأغاني جميلة بالذات التراث حقنا، ولكن الأقرب إلى قلبي هي عيني لغير جمالكم لا تنظروا. عيني جمالكم لا تنظروا وسواكم في خاطري لا 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 يخطر وسواكم في خاطري لا يخطر. شكرا، هذا من ذوقه ومن تعليقه الرائع. نصيحتي لكل فنان انه يقلع تماما عن القات، لانه اولا منظرا وصحيا حتى وماديا انا لا اشجع على التخزينه. احبك الله الذي احببتني في الله. حبيبي والله ضروري تسمع كثير للفن الصنعاني. اكتشفت صوتي انا كنت في البيت هنهن ولا به صاله هكذا او مكان فاضي منها الاثاث او شيء يطلع الصوت حالي. وبعدين كنت اشارك في الاذاعات المدرسيه وبدات انطلاقتي من المدرسه، يعني كل الاكل يعجبني يعني مش ما بلا ضروري، بس المفضله جدا الزربيان. هذه موهبه من الله وانا اشكر الله عز وجل انه حباني هذه الموهبه. هذا اساله عازف الدم او عازف البرعه. في لبنان في بيروت، كنت في بيروت بعدين وقفت سيرفيس، قلت له عسان تريز فعلي هكذا، قال لي انزال حبيبي من اي بلد انت، انت عراقي؟ قلت له يا حبيبي انا يمني. مالك؟ قال انزال ما في مشكله. قلت ليش انت فعلت لي هكذا؟ عنا بلبنان هيك؟ لا بس قلت عندنا بلبنان هيك ايه. قال انزال حبيبي ما في مشكله. هذا من الموقف الذي حصلت لي يعني محرجه جدا. ما العود لا، بس اتمنى ان انا اتعلم آلة العود عادي. اشوف اسمع دائما طربي
وأسمع لأم كلثوم وأحب أغانيها. برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي، خلقت صوتي ويدك صورت أعضائي. برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي، خلقت صوتي ويدك صورت أعضائي. أقول لهم هل هم متشوقين للحفلة؟ الأزياء والألوان في اليمن مختلفة بتنوع الثقافة وبطبيعة جغرافيا المنطقة، لذلك نجد أن كل منطقة لها زي محدد. لكن هذا الزي الذي تشاهدونه أمامكم الآن كأنكم رأيتموه في رقصة الشبواني أو العدة، وهي رقصة مرتبطة بحضرموت. هذا يسمى الرمال، وهذا تسمى السباعية، والبعض يسميها الشيدر. نتعرف وإياكم الآن في تقرير مفصل عن الرمال، كيف وصل إلى حضرموت وما هي تفاصيل وجوده فيها. الرمال هي قطعة قماش لها دلالات عدة يلبسها الرجال والنساء في مناسبات محددة، وهو من الدلالات على المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الشخص الذي يرتديه. جاء الرمال من الهند في عهد السلطنة القعيطية التي حكمت أجزاء من حضرموت. كان الحكام القعيطيين من الجاليات التي هاجرت من حضرموت ويافع إلى الهند، وبالتالي كان لهم دور كبير في نقل الكثير من العادات الهندية إلى حضرموت، ومنها الرمال الذي كانوا يهدونه إلى الشخصيات الاجتماعية مثل زعماء الأحياء أو المقادمة أو ما يسمون الآن عقال الحي. تعبر هذه الهدية عن مكانة وقدر من يتلقاها، وبالتالي بات من يرتدي هذا الشال أي الرمال يعتبر مرجعية وواسطة للوصول إلى علية القوم، وإذا لبسه شخص غير مقدم فهو صاحب مال كثير، لأن سعر الرمال في مرحلة رمزيته العالية لم يكن في متناول الجميع. يلبس الرمال على الرأس بلفة تشبه الطريقة التي يلبسها السلطان الحاكم، ويمشي مرتديها مرفوع الرأس كعلامة على الشموخ والمكانة. ويزيد شأن لبس الشال في بعض المناسبات المهمة مثل مناسبات الصلح ذات البين والمناسبات الفرائحية، وخصوصا في الرقصات المشهورة في حضرموت منذ القدم كرقصة الشبواني والعدة، كما يلبس أيضا في كثير من المناسبات الجماهيرية الشعبية مثل مطلع المطالع، ويأتي باللون الأحمر والأسود والأزرق. هذه حكاية شال الرمال في حضرموت. مسابقة نغم يمني شارك فيها المئات من المبدعين في مجالات متعددة، الموسيقى والأغنية والصورة والفيديو. نتابع وإياكم أحد المشاركين. آه
مد لي يا زين يدك وانا بمد لك يا زين يدي ضاع عمرك وانت وحدك وانتهى عمري وانا عايش لوحدي ليش ما نرجع انا وانت كما كنا زمان قبل ما تذبل زهور الحب ويفوت الاوان شوف انا ما طيق بعدك وانت ما تقدر على هجري وبعدي مد لي يدك قلت لي حبك وباك قلت لي ما بسواك قلت لي حبك وباك قلت لي ما بسواك بعد طول الصبر تهجرني وتجزيني قفاك بعد طول الصبر تهجرني وتجزيني قفاك فين عشرتنا الطويلة فين أيامنا الجميلة فين عشرتنا الطويلة فين أيامنا الجميلة ما بقى منها سوى ذكرى هواك قلت لي حبك وباك أنا قلت لي حبك وباك حفلة القاهرة مشروع السيمفونيات التراثية كلها أسماء نسمعها دائما على وسائل التواصل الاجتماعي وسمعناها اليوم أيضا في هذا البرنامج نغم يمني في تغطية خاصة لهذا الحدث. نلقاكم في حفلة القاهرة وفي حلقة أخرى من نغم يمني. تحياتي وتحيات إدارة المشروع وفريق العمل.